حد فيكم سمع قبل كده مصطلح الفرخة الدايخة؟ اه فعلا، الكلمة دي على فكرة بالعامية، وفي ناس كتير جدا اللي داخلة في مجال الدواجن بتعرف تشخيص وحالة الصحية للفراخ اللي هي الدجاج. النهاردة احنا بنتكلم في دخولنا في شهر رمضان، ست البيت لازم تفهم ايه الفرق ما بين الدجاج الطازج والدجاج الفاسد. الكلام ده ليه علامات وليه معلومات مهمة جدا، تعال نشوف مع بعض المعلومات دي.